ضربة موجعة جديدة لأذناب ملال إيران في العراق، والسر في قوة دبلوماسية الاستثمارات السعودية. فعلى رأس وفد رسمي يضم 11 وزيراً و68 مسؤولاً حكومياً و70 رجل أعمال، ذهب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية لاستشراف مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وعبر توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم جسد المهدي رغبة حكومته الحثيثة لملامسة أفاق أرحب بكافة المجالات تتحقق معها تطلعات الشعبين والأمن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة. واقتصادياً سيعمل البلدان على إعفاء السلع من الرسوم الجمركية، فضلاً عن الانتهاء من المنطقة اللوجستية المتكاملة بالجانب السعودي وافتتاحها في عام 2020. ومن المستهدف تعزيز التبادل التجاري مع تأكيد المملكة تشغيلها لمنفذ جديد عرعر بدءاً من يونيو المقبل بتكلفة استثمارية تبلغ 260 مليون ريال، ومن خلال 186 فرصة في القطاع الصناعي العراقي أبرزها قطاع التعدين ستتدفق الاستثمارات السعودية لإنعاش الاقتصاد العراقي. ومن أجل حياة آمنة مضيئة ومتجددة للشعب العراقي ستضخ شركات أكوا باور وأرامكو وسابك مشروعات عملاقة في الكهرباء والطاقة المتجددة والغاز. مستقبل العراق وشعبه يظل هدفاً استراتيجياً للقيادة السعودية، بينما ظلام خامنئي وحاشيته حتماً إلى زوال.